يعني ده جميل والله جميل قوي مش عارفه مش, مش <applause> عارفه يا مساء الهنا يا مساء السعاده يا مساء التفاؤل على احلى متابعين في الدنيا يا مساء الحب يلا رمضان على وصول قبل رمضان كده جمعوا حبايبكم واصدقائكم على الاكله دي تعالوا هنعمل الاكله الخطيره دي وهاخدها وعلبها زي ما أنتوا شايفين وهنطلع بها على النادي ويا رب قدرت النادي ما تشوفش الفيديو على اللي احنا عملناه النهارده في المدرجات حاجه كده ما اقولكوش ربنا يدومهم يا رب دايما نعمه في حياتي هم مش اصحابي بس هم اخواتي وحبايبي كمان الاكله دي لازم أن تعمليها بحب عشان توصل كمان ليهم بحب تعالي نسمي بسم الله ونصلي على رسول الله عليه الصلاه والسلام واضغطي لايك ولو انت اول مره تشوفي قناتي اشتركي معايا في القناه وفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد دول بقى ما شاء الله لا إلا بالله اتنين كيلو من الرنجة الرنجة لما تيجي تنقيها وتختاريها اختاري الرنجاية اللي هي تكون ماسكة نفسها وبتلمع زي ما انتوا شايفين كده ما تكونش مهرية أو مفتحة الرنجة دي دلعة هعملها على البطوجات زي ما انتوا شايفين كده في صواني أو تدخليها في الفرن بس أنا كنت مستعجلة فعلى طول في الصواني ما خدتش معايا وقت خالص هتقلبي من الجنب ده تفتح معاكي تبقى هي كده زي الفل بصوا الجمال بجد الاكله دي بتنزل على القلب مش بتنزل على المعده يا جماعه هي كده بقت زي الفل اهو فتحت من الجنب ده بقول زي الفل تعالوا بقى نسيب الرنجه تبرد شويه عشان نفصصها وتعالوا بقى للسردين السردين ده عملناه مع بعض في القناه بصوا تحفه داب كده وايدم وحاجه ما اكيد الشكل وال وكل تفاصيله هي باينه في الفيديو هنعمله بقى بطريقه حلوه قوي ونعمله كمان خلطه كده بالطحينه جميله جدا جدا هتشيل الراس كده وتفتحيه هو بقول دايب مش محتاج اي حاجه وهنروح بقى ايه مفتحينه كده طبعا هما زي ما قلت لكم صحابي واخواتي لازم بقى نروق عليهم وندلعهم هنعمل لهم اكله محترمه قبل رمضان كده اهو عشان يبقى يدعوا كده ويفتكرونا في رمضان هخلي كده عايزه اقول لكم آه بخلي هخلي الرنجه وهخلي كمان السردين وكاني بقى بخليه يعني ايه آه لاولادي عشان كده بقول لكم الاكله دي لازم تعمليها بحب عشان تفنيني فيها كده آه وزي ما قلت في فيديوهات كتير الاكله لازم تعمليها بحب هتوصل بحب تكوني بتحبي الحاجة اللي انت بتعمليها والناس كمان اللي انت بتقدميلها لها الحاجة تكوني بتحبيها صدقيني من غير مقادير ومن غير اي حاجة الحاجة بتاعتك هتطلع زي العسل عندي العلب دي بقى جبتها كده وهرص فيها السردين السردين انا اديت له شطفة عشان طبعا الملح وكده في ناس بتحبه كده بس انا بحب اديله شطفة يعني اغسله كده غسلة خفيفة جدا من الملح و تحت الحنفية مية جارية على طول وبرضو لما بلاقي اي شوكه زي ما أنتوا شايفين كده بشيلها شايفين شكل السردين حاجه كده ما اقولكوش طبعا ده كل شوك كده اللي بشوفها بروح شايلها زي ما قلت لازم نروق عليهم تعالوا بقى للملوحه دي ملوحه صغير صغيره كده اللي هي البسرية بس جنان خطيره طعمها بجد وهم كنت عملتها قبل كده معاكم في القناه بس دي بصراحه ما نزلتهاش عملتها يعني بس ما صورتهاش بصوا شكل الملوحة عامل ازاي او البسريه خطيرة هديلها برضو شطفة وعندي العلبة دي هجيبها بقى واحط كده فيها البسارية هنعمل لهم بقى خلطة كده بالطحينة خطيرة دي الطحينة اللي عملناها مع بعض في القناة بصوا تقلت ازاي وبقت قوامها تحفة بجد حلوة جدا هديلهم بس تقليبة كده وبعد كده هنزل بمعلقتين من الخل وعصير ليمون كتير اعصري بقى ليمون ما تعديش حطي لايك لو وصلتي معايا دلوقتي في الفيديو وزي ما قلت لكم هنعلب هنعلب الـ الـ الحاجات دي كلها وهناخدكم معايا النادي ومعلقه كمون وتعالوا بقى للحركه دي الحركه دي بتودي الطعم في حته تانية عارفين بقى ميه الملوحه من الكيس كده ودلقتها اهو وهنا بقى حبه وهنا حبه عايزه اقول لكم حركه الملوحه على الطحينه دي بالكمون والليمون والخل بتودي الطعم بجد في حته تانية برضو هقلب كده عشان خاطر كله يتشرب كده من الطحينه وهقطع هنا بقى فلفل اخضر وكمان هنا فلفل اخضر وبصل الاكله دي بتحب الليمون الكتير والفلفل والبصل الكتير بصوا الجمال طبعا العين بتاكل قبل البق لازم تعملي الحاجة كده زي ما قلتلكوا تفتح النفس وهنا كمان بصل وبعد ما بت... بتقطعي البصل بتعصري عليها عصير ليمون عشان خاطر الريحة وكده هنا عصير ليمون وهنا عصير ليمون اهو افتكرت جنب العصارة والله يا جماعة جنب العصارة وبعمل بأيدي يلا ما علينا تعالوا بقى للرنجة كانت بردت معايا شوية هبتدي افصصها بالشكل ده هشيل بقى منها الشوك وهنفصصها وعندي كمان البطارخ هنعملها برضو بطريقة حلوة دلوقتي بس الاول تعالوا للرنجة نفصصها والبطارخ هحطها في طبق لوحدها. عشان في ناس ما بتحبش البطارخ وفي ناس بتحب البطارخ وكده وهنعمل زي ما قلت سلطة الرنجة وهعمل نوع رنجة تاني آه بالطحينة والخل والليمون تحفة أشيل كده الشوك بصوا شكل الرنجة يا جماعة يا جماعة أنا جعت بجد أنا جعت الفيديو ده من الفيديوهات المحببة إلى قلبي آه على مستوى يعني التصوير أو الشخصي يعني في الحياة العادية لو هاكل كل يوم الأكلة دي أنا مش هزهق تعالوا بقى جبت حبتين ثلاثة كده من الطماطم قطعتهم مكعبات صغيرة وكمان بصلة وسط هقطعها بنفس الشكل ولا كبة ولا بتاع على طول على طول وكمان قرن فلفل تعالوا نعمل بقى سلطة الرنجة اهو انا كنت خليت بقى الرنجة كلها تعالوا بقى هنا نحط حبة طحينة كده حلوين وعصير ليمون كتير الرنجة والملوحة والسردين بيحبوا الليمون قطري ليمون على قد ما تقدري وكمان حبة زيت ومعلقة من الكمون اهو عايزة تضيفي شطة انا هضيف شطة في الاخر احط معلقتين تلاتة كده خمسة من الطحينة دي على الرنجة اللي هي الساده يعني انا مش مش هقرب لها بقى خلاص ونزلت كده بالخضار اللي معايا على الطحينة عايزة اقولك دي كانت تحفة واصحاب التانيين جابوا بقى ايه واللي جابت بطاطس واللي جابت عيش واللي جابت آآ بيبسي واللي جابت آآ ايه تاني طبعا هضيف شطة وهضيف كمان آآ وسنة زيت وليمون وهضيف ملح وهديلها تقليبة حلوة كده وهحطها بقى في العلب دي و... وفسيخ كانوا جايبين برضو فسيخ عايزة اقول لكم النادي كان مقلوب اهو دي خلاص كده مش عايزة اي حاجة تعالوا بقى للبطارخ انا خليت البطارخ زي ما قلت كده في طبق لوحدها خطيرة جدا هضيف عليها طحينة وفلفل وكمون وليمون هنا بضيف اهو برضو كده فلفل وبصل اعملي بقى الاكلة بالطريقة دي صدقيني هتعشقيها وكل اللي هي هيدقها هيقولك تسلم ايدك هنا هنضيف كمان كمون وحبة كده طحينة والله العظيم انا جعت وليمون <applause> كلب الصغير لا يتحمل يا جماعة يا جماعة كلب الصغير لا يتحمل وكنت جهزت بقى هنا كمان البصل وبقيت الاكل عندي تحفة لو فيها بقى اي استفسار اكتبوا لي في الكومنتات وتعالى نقفل بقى عندي كده العلب بصوا شكل الاكل بجد يفتح النفس بقى الفهنه وشفا للي كل وزي ما قلت لكم اعملي الحاجه بحب عشان بجد هتطلع احلى من ما انت ما تتوقعي بصوا الجمال ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله تعالوا بقى نقفل العلب بتاعتنا ونحطها في شنطه وبسرعه عشان ده انا اتاخرت عليهم نحط كمان البصل وهنا كنت رحت بقى النادي وبسم الله ما شاء الله ربنا يدوم لمتنا يا رب ويدوم محبتنا لبعض وهنا كنا مش قادرة اقول لكم بس احنا رحنا بقى في اخر المدرجات وفرشنا وقعدنا بالشكل اللي انت شايفينه ده بقول لهم كل سنه وانتم طيبين وربنا يخلينا لبعض <تسجيل> وما تحلمش منكم ابدا <تسجيل> <متحدث> وبألفة هنا وشفا على قلوبكم <applause> <applause>